واحد بيقول كل شيء تحت السماء له نهاية، فهل حرمان التناول للي راح القدس له نهاية؟ وكاتب كفاية سنة. هي المسألة مش بس تقول كفاية سنة، مسألة تقول في قلبك ليه انا تحديت الكنيسة وخلفت رئاسة الكنسية وتكبرت على الاوامر البابا ورحت، وتشعر بندم لانك رحت. وشوف انت منات وقول لي وممكن نعرف.